السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع 200 خطأ في العقيدة. وخطأ النهاردة اللي هنتكلم عنه هو الاستهزاء بالملتزمين والملتزمات. والحقيقة الموضوع ليه شقين، ده للأمانة العلمية. الشق الأولاني هو شق يرتبط بأن أصبحت موضة العصر النهاردة عند كثير من الناس هو الاستهزاء بالملتزمين والملتزمات، سواء كان مرتحي أو كانت منتقبة أو كان شيخ أو عالم من العلماء. أي صحفي النهاردة عايز يشتهر أو عايز المقالة بتاعته تتحط في الصفحة الأولى لابد أن يسب في أي أحد من رموز الإسلام. إنما هل يستطيع نفس الصحفي دوت إن هو يسب أي واحد من علماء اليهود أو النصارى؟ ما يستطيع، وإلا فلن يرى الشمس بعد ذلك اليوم. ودي حقيقة، هذا ليس كلاما على سبيل الدعابة، إنما هي حقيقة فعلا. طيب، أي واحد مخرج أو ممثل عامل فيلم أو حاجة زي كده لازم يحط في الفيلم مشهد لواحد ملتحي عنيف جدا بيضرب الناس وماسك مش عارف إيه وسواتير وكلام ده كله، أو واحدة منتقبة تكون مش كويسة. كل ده ليه؟ من أجل عياذا بالله تتبع عورات الناس وتشويه الناس عياذا بالله. ولذلك أنا أهدي لهؤلاء الناس حاجتين: حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، خوفا عليهم. والله أنا لا أدعو على أحد، بل أدعو لكل الناس بالهداية. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله. الله عز وجل هو الذي يتتبع عورتك، تتبع الله عز وجل عورته. ومن تتبع الله عورته يقينا فضحه ولو في جوف بيته. الله أكبر. يبقى ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. طب وفي الآخرة بقى، اسمع بقى لقول المولى عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. المشهد ده ليس مشهد صحفي ولا ممثل ولا مخرج ولا منتج فقط، لكن مشهد بيجري حتى من بعض الشباب اللي بيقفوا على النواصي. واحدة منتخبة عادية يقعدوا يتريقوا عليها، واحد ملتحم عدي يقعدوا يتريقوا عليه. إنما لو واحدة بقى ماشية ولابسه بنطلون مقطع من على الرجلين ولا من على ولا قميص متقطع على، ولا حد يتريق عليها. انما لو واحد ماشي وحالق شعره كابوريا ولابس حظاظه ولابس سلسله والبنطلون مقطع ونازل وساقط، ولا حد يتريق عليه. التريقه كلها على اي رمز يخص الاسلام والمسلمين. قال جل وعلا: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين. يقعدوا يقولوا نكت لما يشوفوا حد ملتحي ولا منتقب، يرجعوا لاهلهم يقولوا نكت. ده شفنا النهارده واحد ملتحي مش عارف لحيته عامله ازاي، وواحده منتقبه ما احناش عارفين هي رايحه ولا جايه، تريقه. واخد بالك؟ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. طب يوم القيامة بقى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر. عشان كده بقول يا حبايبي، والله العظيم أنا بأشفق على أي إنسان في الدنيا يقعد يسخر من الإسلام أو من المسلمين أو من أي مظهر من مظاهر الإسلام. لأن في النهاية أنا أخشى عليك من أن يحصل لك هذه، يعني كل هذه الأشياء عياذا بالله. طيب الشق الثاني بقى، الشق الثاني يخص الملتزمين نفسهم. أن أنا عايز أقول أن في بعض، وأنا بقول بعض وأرجو احفظوا مني الكلمة، في بعض الملتزمين أساءوا لهذا الدين. وعشان كده بقول، وهذه الكلمة أكررها عن عمد، أن مش كل ملتحي ملتزم. خدوا بالكم الكلام يا جماعة، مش كل واحد ملتحي لازم يكون ملتزم. في واحد ملتحي بياكل عيش من ورا لحيته عياذا بالله، وفي واحد ملتحي هو ملتحي لانه يعني خدها عاده، انما كالتزام كدين كاخلاق كمعاملات كسلوكيات من أسوأ ما يمكن. لكن دول، هل دول كتير؟ لا طبعا، قله قليله. لكن للاسف القله القليله دي يا حبايبي بتسيء الى الكثره الكثيره. يعني لو ان واحد ملتحي واحد يتعامل معاه، فلا انسان سيء او انسان عياذا بالله بياكل اموال الناس بالباطل او انسان مش كويس، بيحصل ايه؟ بيقول لك كل الملتحين كده. وطبعا ده حرام، لان التعميم في حد ذاته ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اقول ايه كل الملتحين كذا،
او كل اللي مش ملتحيين كذا، مفيش حاجه اسمها كده. يعني لو ان طبيب عمل عمليه ونسي الفوطه في بطن المريض، هل انا اقول نلغي الطب لان الطبيب ده ما ينفعش لان كل الاطباء كده؟ ما ينفعش اقول كده. لو ان مدرس عياذا بالله عمل تصرف غير منضبط او كده مع طالب او طالبه، هل اقول نلغي التدريس خالص لان كل المدرسين كده؟ التعميم حرام. عشان كده وصيتي لكل انسان ملتحي او كل اخت منتقبه، بالله عليكم احرصوا على الا يؤتى الاسلام من قبلكم. يعني اعرفوا ان انتوا في النهاية بتحسبوا على الاسلام، واي حاجة بتعملوها بتتحسب على الاسلام. فبالله عليكم لا يؤتى الاسلام من قبلكم. تحملوا، تخلقوا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تكون سلوكياتكم، معاملاتكم، اخلاقياتكم، عباداتكم، كل حياتكم تكون زي النبي عليه الصلاة والسلام. اسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى الشقين، الشق الاولاني يتعلق بان موضة العصر النهاردة من اراد ان هو يرتقي في أمور الدنيا الزائلة الفانية فلا بد أن يحارب الإسلام والمسلمين، وإن إحنا كمسلمين لازم إن إحنا ناخد بالنا إن بعض الناس مننا للأسف الشديد يعني أساءوا إلى الإسلام والمسلمين. عشان كده عايز أقول لكل الناس بقى كافة، الدين حجة على الجميع، وما فيش حد في الدنيا حجة على الإسلام، ودي مسألة لازم ناخد بالنا منها. لكن أقول لكل إنسان بيستهزئ بالملتزمين أو الملتزمات بقول له رفقا بنفسك أخي الحبيب، ربنا يعزك ويبارك فيك، صدقني دي مظالم. في النهاية هتلاقي نفسك يوم القيامة عبدت ربنا وصليت وصمت وزكيت وحجيت، وتيجي يوم القيامة اللي انت اتريقت عليهم واللي افتريت عليهم واللي ألفت قصص وعياذا بالله وطعنت في أعراضهم بالزور وبالبهتان، يوم القيامة هيقتصوا منك وياخد من حسناتك ده لو كان في حسنات، أو يدوك من سيئاتهم لو ما كانش عندك حسنات. فأنت كده تبقى ضيعت نفسك في الدنيا وفي الآخرة، وما لهاش لازمة نعف ألسنتنا عن الناس وعن ذكر الناس. ده أنا بقول لك عف لسانك حتى عن الكفار وليس عن المسلمين، فما ظنك بالمسلمين؟ فأسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين في كل بلاد العالم، وأن يكفينا شر شرار الخلق من الإنس والجن يا رب العالمين. بحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبالله عليكم للمرة الثانية والمليون كونوا صورة طيبة للإسلام حتى لا يؤتى الإسلام من قبلنا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان